لأن للمقاومة أشكال مختلفة، منها العسكري ومنها الإنمائي للبقاء في الأرض. وبمشاركة الرئيس العماد ميشيل عون، افتتح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل شارع المكتبة العامة في المدينة بعد ترميمه، وذلك في حضور النائب السابق أمل أبو زيد ورئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش وحشد من أبناء المنطقة. وبعد شرح مسهب لمراحل تنفيذ المشروع وأهميته للمنطقة أسوة بالبترون وسمار جبيل ودوما والميناء وغيرها، تطرق باسيل إلى الشأن السياسي ليتطرق إلى الملفين الرئاسي والحكومي من بوابة الجنوب. مثل ما خلافنا السياسي الكبير اليوم مع حزب الله حول بناء الدولة وإدارة البلد والشراكة الوطنية الغايبة والمتمثلة بحكومة غير شرعية عم تحكم ورئاسة جمهورية فارغة عم بيتم ملقى بشكل غير دستوري وعم بيتم تغييب مكون أساسي بالبلد، وهيدي كلها خلافات سياسية كبيرة وجوهرية ومبدئية. ومثل ما خلافنا استراتيجي معه على وحدة الساحات واستراتيجية الهجومية بدل ما تكون استراتيجية دفاعية، كل هالخلافات الكبيرة ما غيرت قناعتنا وموقفنا المبدئي واستراتيجي انه اسرائيل عدو بيريد الشر للبنان، وانه المقاومه هي حق للشعوب بالدفاع عن ارضها، وانه قضيه فلسطين هي قضيه وجود وحق ما ممكن يتنازل الواحد عنها. هيك كان موقفنا المبدئي بحرب تموز بال 2006 ومن دون اي مقابل، ما طلبنا مقابل. وهيك بيكون موقفنا المبدئي إذا شنت إسرائيل حرب علينا عن جديد، وكمان من دون مقابل. ولكن أنتو كمان لازم تطلعوا من تغطية مخالفات الحكومة ومن دون مقابل، ولازم تفرجوا عن أسر رئاسة الجمهورية وتفتحوا الباب للتشاور وللتفاهم الوطني على مرشح ورئيس توافقي، وإلا تفتحوا باب مجلس النواب للتنافس الديمقراطي وكمان من دون مقابل، لأنه الفراغ صار قاتل لشعبنا ولدولتنا. ومن جزين رسالة حازمة في الشأن الداخلي للتيار. جزين بقلب التيار، والتيار ما بيبعد عن قلبه، وقلب جزين كان وبعده رح يضل ينبض على دقات التيار الوطني الحر. المرحلة الأخيرة كانت غلط، ونحن غلطنا أنه تحملنا أمور ما كان لازم نتحملها، وهيدي المرحلة ما بدنا تتكرر، لأنه قلب التيار مكسور من دون نواب بجزين، وقلب جزين مكسور من دون نواب من التيار بجزين. انتهى وخلصنا من العائق يلي منعنا نأمن التحالفات اللازمة مع أهلنا بصيدا وبجبل الريحان، وراح العائق يلي كان بين ناسنا وشبابنا وقرف وهرب كتار منهم وخسرنا كتار من محبينا. نحنا سوا منرجع قوة التيار وحضوره بكل الساحات، مثل اليوم بساحة جزين، وهيدا بفضل الأوفياء بالتيار وهن الأغلبية الساحة فيه. أما مجموعة قلة الوفا ونكران الزيت والجميل والتاريخ والنضال فهي صغيرة كتير وعم تنطفي. تحملنا على حساب كرامتنا تنحمي جزين وتنحمي تيارنا ونحافظ على جماعتنا. انتهت فترة السماح وإجا الوقت للانطلاقة الجديدة للتيار بجزين وبصيدا وبكل لبنان، انطلاقة عنوانها الانفتاح على الجميع. عذرا جزين انظلمتي مثل ما انظلمنا نحن، واليوم العودة لجزين من خلال الإنماء، بس بكرة العودة لجزين من خلال النواب. المحطة الجيزينية الأولى لباسيل بعد صيدا كانت في بلدة بنويتي، حيث أقيم له استقبال في دارة رئيس البلدية محمد كامل، تطرق فيه إلى أهمية ألا يشعر أي لبناني أنه معزول أو متروك. ما لازم حدا يشعر لا ببنويتي ولا بأي مكان بلبنان أنه هو أقلية، وأنه وجوده مش مهم ومش معتبر، لأنه صوته الانتخابي منه تقيل ومنه كافي. نحن اليوم بلشنا نهارنا بصيدا
ومكملينه بجزين للدلالة على الرابط الموجود بين صيدا وجزين، ولنقدر بهالظروف الصعبة نكون واحد وعم نواجه كلنا سوا. بالمحطات الصعبة ما فينا ننقسم على الأساسيات بالبلد. حبينا أن نلتقى نحن وياكم تنحملكم هالرسالة المحبة والتضامن والاهتمام، ونشكركم على استقبالكم، ونتمنى أن نطلع كلنا سوا من هالظروف الصعبة ونروح على أيام أفضل. وين ما بتحبوا تكونوا بالسياسة وبأراءكم هيدا حقكم، المهم نكون كلنا سوا بوحدة وطنية تحفظنا وتحمينا، مش نفرط فيها وتقسمنا عن بعضنا وتاخذنا للهلاك. وبعد بنواتي عقد باسيل لقاء مغلقا مع ناشطي التيار الوطني الحر في جزين، تخلله نقاش حول مختلف الملفات التي تعني التيار والمنطقة وسبل تفعيل النشاط في المستقبل.